هبدأ معاكي من البداية. الإنسان أصلا بيتولد عنده إحساس الخوف ده أول ما بيتولد؟ هو الخوف من ضمن الأحاسيس الفطرية اللي البني آدم بيتولد بيها، وهو من المشاعر السلبية المفيدة. طب تعالي نشرح لهم أصلا يعني إيه كلمة خوف علميا. خوف هو عدم شعور بالأمان، تمام؟ اضطراب أو عدم شعور بالأمان بيصاحبه بقى شوية أعراض فسيولوجية، ضربات قلب سريعة، البني آدم يعرق، يتوتر، دي تترعش، وشه يحمر، وده بيدخله في دوامة خوف أصلا زيادة. التوتر ده بالظبط. يدخله فيفضل شغال فيها. ده طبيعي، طبيعي ان البني ادم يخاف، لانه لو ما فيش احساس خوف هيبقى ما عندوش اي مشكله مع المخاطر، هيبقى عرضه للاذى. طبعا لو عندك شغل، لو عندك امتحان، مش هتذاكري لان انت ما عندكيش مش احساس خايفة بالخوف. من حاجة. حاجه سخنه مش هتخافي، حاجه اتاك عليكي مش هتقلقي. أكيد فهو شعور طبيعي ومفيد.